الوطني للنقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه. اليوم احنا الممرضين وتقني الصحه جينا من مختلف الاقاليم ديال المملكه ومن مختلف جهات المملكه احتفالا كما نقولوا الاحتفال باليوم العالمي للممرض اللي هو على مقربه يوم اللي هو غدا ان شاء الله 12 ماي. هذا الاحتفال اللي كنحتفلوا به بطعم التنديد بطعم الاحتجاج. الممرضين المغاربه يحتفلون بيومهم العالمي على مرأة ومسمع جميع المواطنين بطعم التنديد وطعم الاحتجاج. لماذا يحتجون الممرض المغاربة؟ الممرضين المغاربة يحتجوا للتعاطي السلبي وللتجاهل ديال الوزارة الوطنية على القطاع وللحكومة مع مطالبهم على مر السنوات. فكنا كنتعشموا خيرا في الحكومة الجديدة، وخصوصا أنها قطعت وعدا، أن رئيس الحكومة قطع وعدا على نفسه أنه سينصف شغيلة القطاع وعلى رأسهم الممرضين وسيمكنهم من العدالة الأجرية اللي هي 8000 درهم. من تفاجأ به في الاتفاق ديال فبراير ديال العام الماضي كينصف جميع الفئات إلا الممرضين، كاين إقصاء تام لحقوقهم وكاين إقصاء تام لمطالبهم. والمشكل أن الحكومة والوزارة تروج أنها أنصفت الممرضين وتغالط الرأي العام وتغالط المواطنين أنها فعلا أنصفتنا. فإحنا كنقولوا لكم من هذا المنبر أن لا، أن ما كاينش حتى إنصاف للممرضين، أن المطالب ديالنا باقية وأن الفتات اللي تعطانا نحن غير راضون عنه. فاش كتقول أن ممرض تعطي سنوات اعتبارية، سنة سنتين ثلاث سنوات اعتبارية، اللي هي كتعتبر كاين الفئات اللي تزادتها 60 درهم 70 درهم، هل هذا إنصاف؟ واش كتعتبروا 60 درهم و70 درهم هو التعاطي الايجابي والاراده القويه لاصلاح شؤون المنظومه الصحيه ولانصاف الممرضين المغاربه؟ ومعنا فئات في القطاع فعلا تم التعامل معهم بايجابيه وتم انصافهم، اللي وصلت عندهم تقريبا 4000 درهم زياده ديالهم، ومبروك عليهم والله يكمل عليهم بخير. ولكن حنايا نندد بهذا الاقصاء وبهذا التعامل بحيف وبشكل اقصائي تام وبسلبيه تامه مع مطالب الممرضين. وكنعاود نقول لكم ان المطالب ديالنا منذ 2017 وهي باقيه هي على الخطوط، منها الانصاف في التعويض، الانصاف في التعويض عن الخطر المهني. ما زال الممرض كيتقاضى الاجر ديال 1400 درهم على طول مشوار المهني ديالو في التعويض عن الخطر المهني. وكما كتعرفوا ان الممرض هو الاكثر تعرضا للخطر، هو اللي كيتعرض للعدوى، هو اللي كيشتغل العمل الليلي، هو اللي كيدير النقل الصحي. واش عرفتوا شنو النقل الصحي؟ ان الممرض المغربي هو المكلف بالنقل الصحي، هو اللي كيجي من الفيافي والجبال وكيجيب المرضى من 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 الاقاليم ومن جهات المملكه الى المستشفيات الجهويه والاقليميه والمحليه والى ذلك. وكيتعرض لحوادث سير، كاين الناس ماتوا، راه كاين شهداء معنا ديال المهنه، كاين الناس تعرضوا لشلل رباعي، كاين الناس عاهات مستديمه مقابل واحد التعاطي بإقصائية وبسلبية مع المطالب ديالنا. والمطلب الثاني اللي باقي كنقولوا للوزارة، راه حيف وعار، وحنا في 2023 والممرض المغربي اللي عنده خصوصية في الخدمة ديالو وخصوصية في القطاع ديالو حتى شروط ترقي مجحفة، باقي كوطا هزيلة جدا 14%، باقي خصو يدوز 6 سنوات ديال الأقدمية عاد ممكن يدوز الامتحان، وباقي معنا ناس مساكن كيبقاو حتى كيخرجوا التقاعد وهما باقيين في نفس السلم مدة 14 سنة و 13 سنة. لهذا احنا كنطالبوا الحكومة والوزارة بأنها ما دامت أنها مقبلة على إصلاح المنظومة، مقبلة على الوظيفة العمومية الصحية الجديدة وعلى منظومة جديدة، فالأولى بها أنها تنصف العمود الفقري للمنظومة اللي هما الممرضين اللي كيقوموا على حساب منظمة الصحة العالمية ب 80% الخدمات، واللي هما كيشكلوا أكثر من 60% ديال الشغيلة ديال القطاع. فالأولى بها أن تكون عندها إرادة حقيقية وأنها تنصفنا قبل أن تبتدي المنظومة الصحية الجديدة. جواد علي الهلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، عضو المكتب الوطني المكتب الجهوي للنقابة بجهة طنجة أسطوان بوسيمة.
نحن اليوم تنفيذا لمقررة البيان الوطني الصادر 1 ابريل 2023 واللي تضمن واحد المجموعة من الخطوات النضالية ابتدأت عبر تنفيذ وقفات جهوية يوم 13 ابريل 2023 عبر ربوع المملكة، وكذلك تضمن يعني خطوة الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة بكافة مصالح وزارة الصحة عبر ربوع المملكة، متزامنة مع تنفيذ وقفة وطنية حتجا إليها الممرضين مختلف الجهات. هذه الخطوات النضالية والبرنامج التصعيدي جاء للرد على المنهجية التشويفية، منهجية التماطل التي تنتجها وزارة الصحة في التعاطي مع مطالبنا، مطالب فئة الممرضين في الصحة داخل القطاع. هذه الفئة اللي قدمت تضحية جليلة عبر الزمن منذ الاستقلال، كذلك العالم شاهد على تضحيتها خلال جائحة كورونا، هي فئة تشكل العمود الفقري لهذه المنظومة، تشكل أكثر من 60% من مجموع الشغيلة، تقدم أكثر من حوالي 80% من مجموع الخدمات الصحية، يعول عليها من أجل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، المشروع الملكي. تواجه اليوم هذه الفئة بالتماطل بالتسويف في استجابة لمطالبها، مطالب عادلة تترخص أساسا في العدالة الأجرية أسوة بباقي الفئة داخل القطاع، عدالة أجرية مداخلها عديدة أساسا يعني في تصورنا عبر يعني الرفع من قيمة التعويض على الأخطار المهنية الذي يظل ثابتا منذ يعني التحاق الموظف الممرض ليسلك الوظيفة العمومية وإلى غاية يعني التقاعد. تعويض هزيل مقارنة بباقي الفئات، كذلك نطالب بالرفع من قيمة تعويض الأعباء التمريضية، نطالب كذلك بمراجعة الكوطة ونسق الترقي اللي كيظل هزيل مقارنة بالعدد ديال الممرضين في الصحة. 13% سنويا هو عدد كل السنوات يعني هو عدد هزيل جدا. كذلك فيما يخص الشق القانوني نطالب بإخراج مصنف مياه الكفاءات، وكذلك تنزيل مشروع الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة، ونهيب في الأخير بكافة إطارات هذه الهيئات الممرضين وتقنية الصحة من أجل مواصلة التعبئة حتى انتزاع كافة مطالب المشروع. خولة حناوي، ممرضة متعددة الاختصاصات بإقليم الحوز، جينا اليوم جسدنا هذه الوقفة الاحتجاجية نظرا لعدم انصاف الممرضين، واهم مطلب عندنا اليوم، عندنا بزاف ديال المطالب، منها مصنف كفاءات، منها الانصاف على الاخطار المهنيه يعني، ولكن اهم مطلب اللي جينا نوقفوا عليه اليوم هي العداله الاجريه، هي انصاف الممرضين كفئه تعرضت للاقصاء، كفئه وحيده في قطاع الصحه اللي تعرضت للاقصاء مقارنه مع الفئات المكونه لهذا القطاع من اطباء واداريين مهندسين الى غير ذلك. يعني احنا الوحيد اللي تقصينا من هذه العداله ومن هذا وفي الحوار الاجتماعي، يعني الحكومه الجديده كيف سالي في الحكومات اللي سبقت دائما تيكون المصير ديال الممرضين هو الاقصاء، وهذه المسائل ما بقيناش نقدرنا نصبروا عليها ولا نسكتوا عليها. يعني وهذا التصعيد كنعتبروه اول خطوه في الخطوات النضاليه ان شاء الله اللي غادي ياخذها النقابه المستقله للممرضين وتقنية الصحه، ونتمنوا من الله تعالى انه يتم الانصاف ديالنا في القريب العاجل، لقاش فرض بين الكيل، ما بقاش قدينا نعطيو بالصبر وبال يعني حنا كنعتبروا راسنا الوحيدين اللي مدلولين في هذا القطاع، باش نذكروا الوزير رئيس الحكومه بالوعود ديالو اللي قام بهم في الحمله الانتخابيه ديالو، وكتمثل في انصاف الممرضين والبدايه ديال الاجر ديالهم في 8000 درهم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.